الاعتدال هو الاهتمام بالقيم. لذلك بناء النفس المعتدلة جاء الإسلام بها لتحيا حياة طيبة. كيف يحيا الإنسان حياة طيبة؟ أن يكون على الصراط المستقيم، يكون معتدلا. الحياة الطيبة معنى لا يعرفه إلا من ذاقه. الحياة الطيبة السلسة التي ليس فيها قلق، ليس فيها مضاد الروح، ليس فيها ضنك. ضنك يجد نفسه منشرحة، دائما منشرح. الإسلام يبني النفس لتكون دائما منشرحة. إذا ابتلاك الله جل وعلا بمصيبة بشيء، الإيمان يرجعك إلى الانشراح. لذلك ضرورة بناء النفس، بناء المسلم نفسه ومن حوله على القيم والأخلاق. القيم والأخلاق جاءت في القرآن والسنة بكثرة جدا جدا، مثل الصدق، وهي أول صفات النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجاهلية. الصدق، أداء الأمانة، الصلة، أن تحب للناس ما يحب لنفسك، التواضع، ترك الكبر، لين الجانب، أن تكون تبذل نفسك في الخير، التعاون على البر والتقوى مع الناس، الإيجابية في الحياة وعدم السلبية. صفات قيم أخلاق ضروري أن يقوم عليها بناء الإنسان المعتدل.